السلام عليكم. الدرس الخامس من دورة البايثون. درس اليوم حيكون عن السلاسل المحرفية السترينجز. أول شيء بحب أعرف السلاسل المحرفية. هي عبارة عن متسلسلة تحتوي أحرف. شو يعني كلمة متسلسلة؟ كلمة متسلسلة يعني بنقدر نوصل لأي حرف موجود بالسلسلة عن طريق دليل ببلش من الرقم صفر وبينتهي بطول السلسلة ناقص واحد. يعني مثلا إذا كان عندي سلسلة محرفية من 5 حروف فحيبلش عندي، أو 6 حروف مثل هذا المثال اللي عندنا مثل كلمة بايثون، حيبلش عندي الحرف الأول من الصفر والحرف الأخير حيكون رقمه 5. طبعا تعريف السلسلة المحرفية يا أما بيكون بدبل كوتيشن يا أما بكوتيشن وحدة مثل ما شفنا هون. هلأ طبعا فيني أنا أوصل لأحد الحروف في بقلب متسلسلة عن طريق الدليل تبع هذا الحرف. هلأ بحط أنا، إذا حطيت الدليل موجب ببلش معي من الصفر لعند 5. إذا حطيت دليل سالب ببلش يصير رقم لي من الأخير. يعني إذا بحط ناقص واحد بروح عند ال N، حط لي ناقص 2 بروح عند ال O وهكذا. يعني إذا بدي أمشي أنا فيها السلسلة من البداية للنهاية بلش من الصفر لطول السلسلة ناقص واحد، إذا بدي أمشي من السلسلة من النهاية للبداية فبلش بأرقام سالبة، طبعا من ناقص واحد لعند عدد الحروف. ناخذ بس تطبيق صغير على هذا الحكي. مثلا x تساوي بايثون. إذا بدي أعرض أنا الحرف الأول طلع لي، إذا حابب أنا أعرض الحرف الأخير طلع لي N، الحرف اللي قبل الأخير مثلا ناقص 2 طلع لي الـ O وهكذا. هلأ تتبع السلاسل المحرفية عن طريق الحلقات. فيني أنا مر على جميع هدول الأحرف عن طريق حلقة مثل ما شفنا قبل شوي. أنا بحط الدليل، بحط اسم المتسلسلة بعدين بحط الدليل بيطلع لي الحرف. هلا عن طريق حلقة for i in range len x. شو يعني len x؟ هذا تابع بياخد متسلسلة حرفية، بياخد سلسلة محرفية وبرجع لي عدد حروفها. فبالتالي انا لما حطيت حلقة for i in range len x، يعني مثلا len x هون 5، ف for i in range الـ5 مثل ما حكينا بدروس الحلقات، إذا حطيت رينج رقم حيبلش من الصفر لعند قبل نهاية الرقم بواحد. يعني هون حيتابع من الصفر للأربعة. بهي التعليمة طبعا حيطبع لي جميع أحرف هاي المصفوفة، جميع أحرف هاي السلسلة المحرفية بالتتالي. عندي طريقة تانية، طريقة تعليمة إن. هلأ هي شغلة جديدة موجودة بالبايثون، مو موجودة بلغة تانية. إذا حطيت أنا for i in x، هي التعليمة for i in x بيصير عندي ال i هو حرف من أحرف هذا السلسلة المحرفية. يعني ال i نفسه هو حرف، ما صار ال i هون دليل. هي كتير شغلة مهمة خلينا نركز عليها هون، إن ال i بيكون دليل لحتى أوصل لجميع الأحرف السلسلة المحرفية. بينما لما نحط for i in x، x نفسها هي كلمة بايثون السلسلة المحرفية، فحيصير ال a كل مرة بكل حلقة بكل دورة حلقة حيكون الـ i هو أحرف من أحرف كلمة البايثون. خلينا نشوف تطبيق سريع عن هالشي. أول شي خلينا نجرب الطريقة الأولى for i، عفوا for i in range len x. print x i. هون عم اتبع انا السلسلة تبعي المحرفية عن طريق الدليل لكل حرف. شايفين كيف؟ طبعا لي الاحرف. هلا بطريقة مثل ما حكينا هلا for i in x نفسها فبرنت ال i. هون عم اتبع انا السلسلة المحرفية تبعي عن طريق انه الحلقة كل مرة، الحلقة المتغير تبعها اللي هو الاي كل مرة عم ياخد حرف من احرف هي السلسلة.
يعني أول مرة كان عندي الآي هو البي، بعد تاني مرة صار الواي وهكذا، بينما باللي قبله الآي هون عم تكون عندي صفر واحد، هون عم تكون لا عناصر المصفوف، عناصر السلسلة المحرفية نفسها. هي شغلة كتير لازم ننتبه عليها، ولازم نفرق بينات هدول الطريقتين. هلا عندي تقسيم السلاسل المحرفية. أول شغلة بحب أشرح شغلة صغيرة، إنه السلاسل المحرفية هو نمط غير قابل للتعديل. غير قابل للتعديل مو يعني ما فيني أعدل فيها بنوب، لا، ما فيني أعدل حرف موجود فيها بهي الطريقة. يعني شوفوا شلون، عندي أنا الـ A تساوي مثلا A B C D، ما فيني أقول والله A 3 تساوي الـ X، لا، هي طريقة خاطئة. فيني انا انشئ سلسله محرفيه جديده وخلي فيها اخر حرف اكس وارجع استندها للاي. يعني بهي الحاله انا الاي هي صار عندي قيمه تانية غير هي، يعني بالذاكره هلا صار في عندي انا محل الاي القديمه اي جديده، بس حطيت لها قيمه غير. اما مو بيروح بيعدل على هي نفسها وبغير لاخر حرف، لا، بيساوي واحده جديده معدل عليها. هي كتير ضروري، هاي الشغلة ضرورية كتير نستعملها بعدين، بلكن وين موضع الاستعمال تبعها، هي الخاصية بالضبط. هلا أول شي تقسيم السلاسل المحرفية، فينا نحن نقسم أي سلسلة حرفية لأقسام. شلون؟ بإمكاننا تقسيم السلاسل المحرفية وذلك بتعيين نقطة البداية ونقطة النهاية التي نريدها كما يلي. هلا هون قلت أنا الـ A تساوي، هلا هون ال A هي غير اللي هون، خلينا ال A هي تبع كلمة البايثون مثلا. ال A تساوي X 2 4، يعني بلش لي من الحرف يلي ترتيبه 2، مو الحرف الثاني، لا، اللي ترتيبه 2. حتى الترتيب بلش عنا 0 1 2 مثل هاي الصورة. فقلت له انا بلش لي من الحرف 2 يلي هو T وانتهي لي بالحرف 4. طبعا لما نحط انا الحرف 4 ما حيدخله بهي التعليمه اللي ساويتها انا، لا، حيوقف قبله. يعني لما نحط له انا مثلا 2 4 ببلش عند 2 وبينتهي قبل الاربعه، فحيطلع لي التي والاتش بس. تمام، وسننتهي قبل حرف الرقم 4 في حال. هلا في عنا شغله حلوه، انه اذا ما حددت له انا البدايه امتى الاثنين مثلا، فحيبلش من البدايه السلسله المحرفيه نفسها، واذا ما حددت له نهايه كمان حينتهي بنهايه السلسله المحرفيه. يعني انا لما نحط الاكس اذا تركتها فاضيه بعدين نقطتين اثنين، حيبلش من البدايه. البدايه عندنا هي البي، قلت له انتهي بحرف اللي رقمه 2، طبعا ما حينتهي بالحرف 2، ما حيدخله، لا، حيوقف قبله، فحيطبع لي بي والواي. ونفس الشيء اذا حطيت له بدي بلش من الاثنين لعند النهايه، فحيطبع لي من الرقم 2 اللي دليله 2 لنهايه السلسله المحرفيه. خلينا نشوف بس تطبيق بسيط، نحن معرفين الاكس، خلينا نشوف اكس مثلا من البدايه وحتى الرقم 2، فحيطبع لي اول حرفين لانه بلش 0 1 ووقف، ما حيطبع لي رقم 2. خلينا نرجع نجرب من الاثنين، عفوا، للنهايه، فطبع لي من عند اللي عند ترتيبه 2 لنهايه السلسله المحرفيه. هلا في عنا بعض التوابع الخاصة بالسلاسل المحرفية. أول شيء مثل ما حكينا بدرس التوابع، إنه في عنا سترينج، في عنا موديول خاصة بالسترينج، وهلا حنشرحها. هلا هي بتحتوي على توابع كتيرة، طبعا مثل ما قلنا فينا نشوف التوابع كلياتها عن طريق تعليم الدير بعدين اسم الموديول. حنشرح هلا أهم التوابع اللي ممكن نستخدمها. أول تابع هو أبر، بيحول لي جميع الحروف اللي بعثت له إياها السلسلة لحروف كبيرة. في عنا تابع تاني اسمه lower، بيحول لي جميع الحروف لسمول لتر، إذا كانوا كابيتال بيحول لي اياهم لسمول.
في عندي تابع تاني اسمه فايند. هذا التابع بياخذ سلسلة محرفية، بياخذ وسيطين، أول وسيط هو سلسلة محرفية وتاني وسيط هو حرف. هلا إذا كان هذا الحرف اللي بعته أنا موجود بالسلسلة المحرفية فحيرجع لي دليله بقلب السلسلة المحرفية، وإذا كان مو موجود فحيرجع لي ناقص واحد. هلا في عندي تابع كمان اسمه كابيتالايز، هاد بيحول لي أول حرف من السلسلة اللي بعتها لكابيتال. خلينا نعمل تجربة صغيرة على هدول الأمثلة كلهم. أول شي تابع الأبر، نكتب اسم أول شي طبعا مثل ما قلنا لازم نعمل import للموديول تبع السترينج. إنه مثل ما حكينا الدرس الماضي في عنا طريقتين، حنستخدم الطريقة الثانية عفوا. هنكتب التابع عنا بعتنا له الاكس، فلاحظنا انه سوالي اياهم كلياتهم كابيتال لتر. هنشوف نجرب التابع الثاني لور اكس، حول اياهم كلهم لسمول لتر. خلينا نشوف تابع الفايند، اول شي نبعت له الاكس اللي هي السترينج، او لازم على طول يكون الوسيط الاول هو السترينج، الوسيط الثاني هو الحرف. مثلا بدي حرف البي، فرجع لي دليله، دليل البي هو صفر مثل ما قلنا. خلينا نجرب رقم حرف مو موجود ونفترض ايه، فرجع لي ناقص واحد. خلينا نجرب تابع الاخير اللي هو الكابيتالايز، نبعت له الاكس، فمثل ما لاحظنا سوالي الحرف الاول هو كابيتال لتر وخلالي باقي الحروف هي سمول لتر. هذا كل شيء لدرس اليوم، اتمنى تكونوا استفدتوا، نلتقي الدرس القادم ان شاء الله. السلام عليكم.